يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المفتين يخرجون في القنوات الفضائية على الهواء مباشرة ويفتون بجواز العادة السرية مطلقاً للشباب والشابات، ويزعم أن بعض الأئمة قد أجاز ذلك، فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن ما أجازها الأئمة إلا الإمام أحمد أجازها للضرورة. الإمام أحمد أجازها للضرورة إذا خاف على نفسه، ولم يوافقه على هذه الفتوى أحد من العلماء فيما أعلم. والعادة السرية تدخل في قوله فأولئك هم العادون الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني ابتغى الجماع من غير زوجة من غير ملك يمين، فأولئك هم العادون أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. فلا يجوز العادة السرية لا للرجال ولا للنساء، لأنها استمتاع بغير ما أحل الله، وعدوان وتعدي من الحلال إلى الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عند غلبة الشهوة وعدم القدرة على الزواج، أرشد إلى الصيام، أرشد إلى طاعة، ما أرشد إلى معصية. نعم.